كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن قرار الولايات المتحدة تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات أدى إلى تجدد الدعوات لبريطانيا ثاني أكبر مورد لأسلحة للرياض لإعادة تقييم سياستها الخاصة. وفقا للصحيفة فإن مسؤولين في الحكومة البريطانية قالوا إنه لا توجد خطط لمراجعة المبيعات، لكن خطوات الولايات المتحدة ستتطلب من وزارة الخارجية تغيير تركيزها أو المخاطرة بأن تبدو معزولة دبلوماسيا. وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضغط على المملكة المتحدة لتحذو حذوها، حيث لفتت إلى أن المملكة المتحدة قد تحتاج إلى مراجعة المساعدة الفنية التي يقدمها مسؤولوها العسكريون لمساعدة القوات الجوية السعودية في إجراء حملة جوية وفقا للقانون الإنساني.